خلونا نعرف تفاصيل أكتر من ضيفنا اللي معانا على الهاتف، دكتور سيف الدين فرج، أستاذ التخطيط العمراني. أهلا بك يا فندم. يعني في البداية احنا عايزين يعني نسأل حضرتك فيما يخص الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يعني ايه أهم الاشتراطات التخطيطية للمدن المصرية؟ هي الاشتراطات التخطيطية الجديدة المفروض هتطبق دي بهدف إعادة منظومة العمران إلى الشكل اللي كان مفروض يتم عليه. يعني احنا عندنا نوعين من المدن، المدن الجديدة والمدن القائمة. المدن الجديدة كلها ليها اشتراطات بنائية، وعمرانها منتظم وتحت الأرض، لكن هي المشكلة في المدن القائمة. المدن القائمة مشاكلها بتتلخص في ثلاث جزئيات، إن معظم البدروم الدور الأرضي اللي هو مفروض يبقى جراج كله تحول إلى محلات، وبالتالي أصبح هناك كثافة مرورية عالية. وزي ما احنا شفنا في العمارة بتاعت شارع فيصل، تحولت بعض هذه التضرمات بأدوار أرضية بدل من وحدات سكنية، تحولت إلى مصانع ومخازن لمواد قابلة للاشتعال. صحيح، ده غير ان هو كمان بناء مخالف أساسا. ما هو مخالف ده نمرة واحد. بالظبط. نمرة اتنين، هو مش بس مخالف، هو مخالف في ان هو بنى على ارض غير مخصصه للبناء. تاني حاجه ان هو ما استخرجش رخصه للبناء. تالت حاجه ان هو خالف الاستعمال، فهو مخالف ميتو زد، يعني مخالف في كل حاجه. بالظبط. يبقى شركات البناء بتعيد ضبط العمران بالنسبه للاستعمالات. هيبقى ما فيش استعمالات متعدده، هيبقى المبنى مبنى سكن. اللي عايز يفتح مكتب اداري يبقى فيه مباني إدارية يبقى كلها إدارية، اللي عايز يفتح محل هيبقى فيه مول يفتح فيه محل، لكن مش أي مكان واحد يفتح فيه مكتب أو أي مكان واحد يعمله مخزن أو مواد قابلة للاشتعال وتحصل كوارث أخرى. دي أول جزئية. ثاني جزئية ضبط الارتفاعات. الارتفاعات في مصر كانت يعني حدث ولا حرج، مباني 20 دور ومباني 10 ادوار، واصلا هذه الاراضي في منطقه زي مدينه المهندسين او مدينه الاوقاف مصممه شبكه البنيه الاساسيه بتاعتها على فيلات دور ارضي ودورين فقط. يبقى ده كل ده تحويل على الطاقه الاستيعابيه بتاعه البنيه الاساسيه، الطاقه الاستيعابيه اللي هي الصرف الصحي والكهرباء والميه. نرجع نشتكي ان في مشاكل في الصرف الصحي، نرجع نشتكي ان في مشاكل في الميه. كل ده هيتم ضبطه من خلال اشتراطات البناء. هي ان شبكه البنيه الاساسيه لابد انها تتناسب مع الكثافه البنائيه. امبارح يعني عايزين نقول كمان انه النهارده كمان انه هذا الاجتماع واحنا بنتكلم انه في تعاون مع اكثر من جهه يعني للخروج باشتراطات بتحكم يعني هذه الفوضى او تمنع انه يحصل كمان ضرر في المستقبل. هل شايف ده مدى تاثيره يعني على تنفيذ هذا المخطط؟ يعني يمكن احنا كنا في فتره من الفترات بنتكلم على انه العمل بيكون في جزر منعزله، لكن احنا بنتكلم النهارده على انه في اكثر من جهه بتتعاون لوضع يعني خطط لتنفيذ هذا التخطيط العمراني. الدولة المصرية من 2014 هي دولة مختلفة بتعمل بسياسة المنظومة المتكاملة. هنلاقي ان موضوع الاشتراطات ده داخل فيه جميع الاطراف المتخصصة، بداية من مجلس الوزراء، بداية من وزارة الاسكان. صحيح. وزارة التنمية المحلية، بداية من كل المحافظين مشاركين، نقابة المهندسين ومجلس النواب ايضا والجامعات يا فندم. يبقى كل الاطراف المتخصصه واللي ليها خبرات في هذا المجال اجلت بدلوها، وبالتالي ايضا هناك حوار مجتمعي. الدوله مصره على عمل حوار مجتمعي مع الشعب علشان ما ينزلش القانون على الناس زي البراجوت، لا بيبقى في حوار مجتمعي، وهذا الحوار بالتنسيق مع مجلس النواب. يبقى كل الاطراف بتعمل كمنظومه عمرانيه متكامله.
نعم، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور سيف الدين فرج، أستاذ التخطيط العمراني.